احنا عندنا مواهب كتير قوي وفي كل المجالات، ودايما المسابقات بتبقى مهمه جدا لان بيكون لها دور كبير جدا في اكتشاف هذه المواهب وتحفيز الشباب على الابداع وصقل مهاراتهم ومواهبهم كمان. يمن اكيد عشان كده النهارده معانا موهبه من نتاج مسابقه الصوت الذهبي اللي بينظمها صندوق التنميه الثقافيه في وزاره الثقافه. احنا معانا النهارده عمرو سلام الحاصل على المركز الاول في مسابقه الصوت الذهبي. صباح الخير عليك يا عمرو. صباح النور. اهلا وسهلا بيك. انا عارفه ان انت يعني في البدايه كده وانت بتعمل تيست كان صوتك تعبان ومجهد شويه، سلامتك بعد الشر عليك. الله يسلمك. خلينا كده نتكلم بدايه كده، صوتك ازاي عرفت انه حلو والناس اللي حواليك قالوا لك ازاي ان صوتك حلو؟ احكي لنا كده البدايه. في البدايه طبعا لو اتكلم في حته الاكتشاف دي فبشكر اهلي واصحابي لان هم اللي بيعرفوا اي حد بيغني مش هو اللي يعني بيكتشف لوحده، دايما بتلاقي حد جنبك بيقول لك انت صوتك حلو. فانا طبعا وانا صغير يعني كنت بحب اذن في المسجد كتير. الله. يعني دايما كنت اروح اصلي احب اذن لحد ما كبرت شويه صحابي بداوا يقولوا لي انت صوتك حلو، ما كنتش مهتم الصراحه يعني في الموضوع. دخلت الجامعه، انا جامعه الازهر اصلا قبل ما ادخل معهد الموسيقى العربيه. بدا من هنا الموضوع بقى، بدا من هنا الموضوع. في رعايه الشباب كان موقف صغير قوي، يعني انا ما كنتش متخيل بقى ان في جامعه الازهر الاقي ان في اهتمام بالموضوع ده خالص يعني. فواقف في رعاية الشباب كنت بخلص ورقة تانية خالص لقيتهم بيسألوا ان في مسابقة انشاد ديني وكده. يا جماعة والنبي تقدم اقدم يا ريت. فقدمت وكده، بعدين لقيت ان في غنى كان في المايسترو وائل سراج، هو منشد في دار الاوبرا، طبعا بوجه له تحية وشكر كبير قوي لان هو اول حد يعني اشتغل معايا. بعدها بقى بدات اشتغل كمان من بعد الجامعه عندنا بقى في البحيره، انا اصلا من البحيره من دمنهور مع المايسترو. انا من ايتي. انا كده بلدي. فرصه سعيده جدا. تمام. بدات اشتغل في دمنهور مع المايسترو ايهاب مبروك، هو طبعا اكتر حد اشتغل معايا واكتر حد دعمني، ويعني كان لي بمثابه اب واخ كبير ومعلم يعني فادني كتير جدا. بدات اشتغل كتير على نفسي، بدخل مسابقات ما توفقش بتعلم منها، ادخل تاني اشوف حاجه تانيه. بدات اشتغل على نفسي، اتعلم، احاول احفظ حاجات قديمه قوي، الاستاذ محمد عبد الوهاب، الشيخ زكريا احمد، شخصيات درويش، ام كلثوم، كل يعني الناس دي بقى طبعا بتثقل الموهبه. الحاجات دي بتعلم جدا، بتسمع لعبد الوهاب الحاجات دي جدا. هو ده العلام. هتتعلم ودنك هتتقل من كده. لو نلاحظ الجيل اللي فات من كتر ما كان بيسمعوا اذاعه القران الكريم كنت تلاقي صوتهم حلو من غير اي علم او تدريب، مش كلهم اكاديميين، طلع صوت من القرار صح، مخارج الحروف مظبوطه، انت سامع لو ودنك سامعه هتطلع صح، اللي عند المخزون اللي جواك هيطلع مظبوط، هتعفق المقام صح زي ما بيقولوا، هتعفق كل حاجه. فاهمني ازاي؟ السنه اللي فاتت الحمد لله شاركت في مسابقه مركز الفنون، دي مسابقه بتنظمها وزاره الشباب والرياضه. للعلم يعني انا اكتر مؤسستين يعني رعوني اكتر حاجه يعني كانت وزاره الشباب والرياضه مبدئيا ثم وزاره الثقافه، الاثنين دول يعني. اشتركت بقى مع وزاره الشباب والرياضه في الاوركسترا وكده. المهم انا دخلت مع مديريه الشباب والرياضه في البحيره عندنا وخدت مركز تاني في مسابقه مركز الفنون تحت قياده المايسترو ايهاب مبروك. كانت دي دفعه بقى، كانت دفعه كبيره جدا ليا. بدات افكر ليه بقى ما بقاش اكاديمي. طبعا الموضوع ما كانش سهل خالص، وكان يعني بالنسبه لي ريسك لان انا مخلص جامعه ومخلص جيش وكنت بدات شغل كمان. فالحمد لله يعني خدت القرار، صليت استخاره كذا مره، خدت القرار. تمام. عظيم. وقدمت في المعهد والحمد لله يعني اتقبلت في اول سنه اهوت وخير ان شاء الله. طيب نبتدي نسمع حاجه؟ مش مشكله. يلا. طبعا بمناسبه ان احنا جايين هنا عشان صوت الذهبي فهقول هنتكلم عن المسابقه اصلا والاشتراك فيها وازاي فزت بالمركز الاول، لكن نبتدي نسمع حاجه كده عشان برضو الناس تعرف صوتك اكتر. تمام. اقول اول حاجه غنيتها في اول مرحله عشان برضو الناس تعرف انا عملت ايه جوه المرحله. طبعا انا بس بعتذر ان انا صوتي مجهد شويه وعشان صاحي بدري. هي الناس هتقدر حاجه زي دي ما تقلقش. اكيد طبعا. هي اغنيه الاستاذ محمد عبد الوهاب دور عشقت روحك. عشقت روحك وعشق الروح مالوش نهايه
يا روحي شوف ذلي، شوف ذلي وهواني، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، هاجرك ضنا عليك. دي المذهب بس بتاع شئت روحك. هايل هايل هايل، حتى وانت مجهد يعني ما شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك. طيب ده عظيم جدا. المشوار بتاع المسابقه اكيد كان مشوار طويل عشان نوصل في النهايه لان انا اخد الصوت الذهبي، فدي حاجه مش سهله طبعا، او ان انا المركز الاول طبعا ما كانش سهل جدا. يعني كان الموضوع برضو كان دفعه. انا طبعا يعني بحاول اتكلم، يعني اوصل حاجه لزمايلي اللي يعني اللي لسه بيدوروا ان هم يشتركوا او كده. طبعا انا لسه يعني دي بدايه ان شاء الله مش اخر حاجه، يعني دي باذن الله اول خطوه. زمايلي بقى اللي حابين يشتركوا او يدخلوا، الواقعه هي اللي بتقومك. الواقعه هي اللي بتقومك. طب ده ماشي مع سؤال حلقتنا النهارده، بنتكلم عن اعظم انجازاتك. سؤال الحلقه بتاع النهارده بنقول ايه اعظم انجاز حققته في حياتك؟ فكلمنا بقى عن العثره والواقعه اللي انت وقعتها وهي اللي كانت الدافع ليك انك تقوم. بص، هو انا مقسم، يعني انا مقسم حياتي خطوات، بحاول اوصل كده ايه يعني ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه خطوه بخطوه. تمام. يعني زي ما قلت لحضرتك، ان انا اصلا اشتركت زي ما قلت لك في اوركسترا وزاره الشباب والرياضه من الاول، ووزاره الثقافه طبعا كنت بشترك في اصول الثقافه، كنت بحاول اسقل موهبتي باي طريقه. كنت بدخل بعض المسابقات بشارك ما بتوفقش، وان ساعات بطلع الستيج ما توفقش، بيحصل عادي خالص. طبعا بتضايق بس بحاول اتعلم من ده، هعمل ايه المره الجايه عشان اتوفق. تمام. كنت قدمت اخر حاجه بقى خالص اللي هي قبل الصوت الذهبي على طول، قدمت في مسابقه اسمها مسابقه رتبها الحفني تبع برضو لوزاره الثقافه. كانت في مهرجان الموسيقى العربيه اللي فات. كان بيقدم فيها مشتركين كتير جدا، في اول مرحله كنت مستعد لها جدا. الحمد لله عديت، وصلت لاخر 25 مشترك. طبعا اللجنه بتبقى ناس كبيره جدا، زي الاستاذ حلمي بكر، زي الاستاذه ناديه مصطفى، ناس كتير جدا، يعني ناس تقيله يعني. فالحمد لله عدت اول مرحله. المرحله الثانيه ما كنتش جاهز، يعني ما كنتش جاهز ذهنيا. ذهنيا مش فنيا. بمعنى ايه طيب؟ بمعنى ان انا المفروض لما باجي ادخل مسابقه برتب افكاري. انا داخل مسابقه دلوقتي كم مرحله؟ طب اللجنه ذوقهم ايه؟ فاهمني ازاي؟ إدارة الموقف. أنت حابب تسمع إيه؟ أنا دلوقتي المفروض أغني جديد، قديم، قديم خالص، اللي هي الأدوار دي، الأدوار دي مش كلنا نعرفها، مش كل جيلنا يعرفها، لأن الأدوار دي حاجة قديمة قوي وتقيلة قوي، يعني قالب غنائي تقيل. فما توفقتش في المرحلة التانية، خدت منها دفعة بقى، اللي هو غنيت إيه وقتها؟ إزاي نظمت؟ غنيت في أول مرحلة برضه، أنا بحب الأستاذ محمد عبد الوهاب قوي وهو يعني مثلي الأعلى. غنيت أمانة يا ليل تقول للفجر استنى في المرحلة الأولى، وغنيت السيدة أم كلثوم حبيبي يسعد أوقاته، دي كانت المرحلة الأولى. الحمد لله كنت موفق يعني وعديت فيها. حتى الأستاذ حلمي بكر يعني أثنى عليا وقتها يعني الحمد لله. المرحلة الثانية بقى كنت مشتت، أفكاري مشتتة جدا، وخدت بفكرة حد تاني مش بفكري أنا. ومن وقتها خلاص أنا قررت إن أنا لا أرتب أفكاري أنا، يعني هاخد راي الناس بس في الاخر هنفذ فكرتي انا، لان فكرتي انا هي اللي جوايا، هي اللي انا عارفها، هي اللي انت عارفه، مخزونك هو اللي هيحركك. اكيد. غنيت في المرحله الثانيه مين عذبك استاذ محمد عبد الوهاب، برده هي اغنيه جميله قوي لطيفه انا بحبها قوي، بس ما كنتش موفق يعني. حسبتها بقى، قلت ان شاء الله اول فرصه هتيجي هقدم فيها وهقسم نفسي. انا كم مرحله، وده اللي حصل في صوت الذهبي. ده اللي حصل في صوت الذهبي بالظبط، بالملي. بالملي دخلت اول مرحله قبل المسابقه، والله انت عندك الاوديشن الاولاني يوم كذا، قمت رايح مطلع بقى الداتا بتاعتي، انا عندي ايه، اقدر اقدم ايه، قمت رايح مقسمهم بقى كده اقدر اقدم ايه في المرحله. تختار الاغنيه اللي هتغنيها. هم طبعا بيبقى انت ليك كامل الحريه ومطلق الحريه. طبعا هو بيبقى في شروط، بيبقى في شروط للمسابقه، بس اول اوديشن بيكون بمزاجك انت، حاجه من الموسيقى العربيه. ده بالنسبه لمسابقه الصوت. بس انت داخل في الصعب قوي، يعني انت بتغني حاجات قديمه، يعني
ما بتفكرش ان الوقت الحالي مش بتاع الاغاني القديمه قوي؟ اللي ملوش قديم ملوش جديد. انا فاهم ان ده اساس الفن، انا فاهم ده كويس جدا وده اللي بيعلم. انا في مرحله ده، انا في مرحله ده. يعني انت بتاسس بس، انما بعد كده هتشوف بقى. لا انا بغني الجديد كمان وليا حاجات نازله، وليا حاجات نازله جديده فاهمني. بس القديم هو الاساس. ما تحط طبعا، احنا مش هنيجي نبني الدور الثاني من غير الدور الاولاني او من غير الحاجات اللي بتبقى تحت، فاهمني ازاي؟ فطبعا برضو بقول لكل زمايلي احفظ تقيل تقول خفيف سهل، هيبقى سهل عليك، الناس متقبلاه. لما اقول الدور اقول الاغنيه بتاعت النهارده، الدنيا بتبقى سهله ولذيذه خالص. وده مسك ختام نصيحتك لكل زمايلك. عمرو سلام الفائز بجائزه المركز الاول بمسابقه الصوت الذهبي، شكرا لوجودك معانا. اهلا وسهلا بيك وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا ليك.